عظم الله لكم الأجر سادتي المشاهدين بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأحسن الله لكم العزاء ووفق الله كل خدمة الإمام الحسين عليه السلام بخدمة الزائرين الوافدين لأداء مناسك هذه الزيارة. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال. راح يكون ضيفنا بهذه الحلقة أبو مهدي من لبنان، وراح نتعرف أيضا على قضية الإمام الحسين عليه السلام بلبنان وهذه المناسك وهذه الطقوس الحسينية، وراح نستشعر حب الإمام الحسين بقلوبهم. أبقوا معني سادة المشاهدين وهذه الحلقة. حياك الله أبو مهدي وعظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا الحمد لله على سلامتك بعد ما تكلفت عن السفر وجيت من لبنان لكربلاء المقدسة لأداء مناسك زيارة الإمام الحسين عليه السلام. حياك الله مرة أخرى. الله يأجرك ويرحم والديك ويرحم والدين الجميع اللي بيعرض هذه المشاهد الحسينية والمقابلات وخلاف. نعم، قضية الإمام الحسين عليه السلام شنو تركت بداخلك من مبادئ، من قيم أخلاقية دينية اجتماعية حاولت تسير عليها؟ لأنه مثل ما تعرف أنه قضية الإمام الحسين عليه السلام هي بمثابة دستور نسير عليه بحياتنا اليومية. قضية الإمام الحسين بالنسبة لنا هي العودة إلى الفطرة. نعم، العودة إلى الفطرة السليمة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الإنسان بيخلقه على فطرة سليمة، ولكن مع الأيام بيصير بأماكن ثانية. نعم، من يتمسك بالإمام الحسين وبالحق بيرجع للفطرة السليمة اللي هي التقوى. برأيك يعني إحنا موجودة بينا هذه الفطرة ما زالت؟ إن شاء الله هي موجودة بكل إنسان بيحاول يكافح. نعم، لكن على مستوى درجات؟ طبعا طبعا على مستوى درجات. في ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيهديها. نعم، والناس ربنا بيهديها إلى الصراط المستقيم وما بتلاقي صعوبة لتكافح نفسها الأمارة بالسوء. نعم، فالإمام الحسين هو الفطرة اللي فطر ربنا سبحانه وتعالى عليها الإنسان، هو بين الحق والباطل، يا أما بتكون مع الحق يا أما بتكون مع الباطل. فلما الإمام الحسين هو العودة إلى الحق، الحنين إلى الجذور، إلى الفطرة السليمة الأولية. نعم، كثيرة هي مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. من ضمن هذه المبادئ اللي يعني اللي تحضرك واللي سرت عليها بهذه الحياة ومشيت عليها بهذا الدستور؟ لا شك انه المبادئ الإمام الحسين، يعني في ناس بتجتهد كثير طول عمرها بتضل تحاول تفهم الإمام الحسين. نعم، نحن فهمنا بسيط للإمام الحسين، يعني بنحاول نجاهد لحتى نفهم اكثر رسالة الإمام الحسين. الإمام الحسين أعاد صياغة الإسلام يعني والحفاظ عليه، أعاد إصلاح الإسلام، تنقية الإسلام، فلترة. مثل أنت عندك نهر آسن ولكن موجود، الإمام الحسين هو المياه العذبة اللي صاغ الإمام الحسين باستشهاده مع أهل بيته عليهم السلام جميعا. نعم، وأصحاب. نعم، هذه أي مرة جيت لزيارة الإمام الحسين؟ هذه ثاني مرة. نعم، يختلف شعورها عن شعور أول مرة زيارة الإمام الحسين؟ لو كان هذا أول مرة كان لها شوي رهبة أكثر، ولكن ما زالت الرهبة، كانت مصحوبة بشيء ثاني. يعني أنا الوالد قبل 9 شهور توفى وكان موصي يندفن بالنجف. الله. نعم، فجبناه بالنجف وكفينا الزيارة ودفناه بالنجف. فلك الحنين دائما زاد أكثر كمان، لأنه صار إلنا نحن جزء بهذه الأرض المباركة. والعودة إلى الحنين وإلى الجذور، يعني هي العودة إلى البداية السليمة للإنسان. وكل ما زرت الإمام الحسين ورحت زرت اليوم وسافرت تشتاق لبكرة ترجع مرة ثانية. بالتأكيد. وهي هي الزيارة اللي مش مفروضة على المسلم، ولكن هي في قلب الإنسان المسلم التقي المؤمن. نعم، شنو تركت على باب الإمام الحسين عليه السلام لوالدك الله يرحمه إن شاء الله؟ طلب الرحمة والمغفرة والشفاعة إن شاء الله. شفاعة الإمام الحسين هي الهدف للخلاص من يعني أوساخ الدنيا. نعم، لاحظت بأروقة شوارع مدينة كربلاء المقدسة كثير من خدام الإمام الحسين
من يسعى لإبراز كل ما يملك من تعب من جهد من مال بقضية الإمام الحسين عليه السلام، منهم من يحاول يسقي الزائرين، من يحاول أنه يوفرهم مكان لإواهم خصوصا لقادم من مناطق بعيدة. شو رأيك بهذه الخدمة، خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وهل هذه الخدمة موجودة عندكم بلبنان مثل ما موجودة بكربلاء؟ هي الخدمة موجودة وتتفاوت من عصر إلى عصر، من يعني تطورت بالأيام بالسنين الأخيرة بعد ما انفتح المشاية مشاية الأربعين، وبعد ما الناس صارت تتكاتف يعني تتبارى لحتى تظهر محبة أهل البيت وتساعد بإظهار المحبة وإشباع النفس بهذا العشق الحسيني. نعم. فلبنان كمان على هذا الخطى إن شاء الله، في بعاشوراء بكل شيء، كل العالم بتقدم اللي بتقدر عليه وأوقات أكثر إن شاء الله من اللي بتقدر عليه، والخدم الإمام الحسين عليهم السلام مأجورين وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، والله يأجرهم ومشد على إيدهم ويبارك فيهم إن شاء الله. ونحن كنا طبعا نتمنى، يعني هذا هو خدمة الزوار الإمام الحسين، هي هدف كل شاب لبناني بيقدر يوصل ليخدم الإمام الحسين. نعم أحسنتم. احنا عندنا بالعاشر من محرم ما يسمى برقضة طويريج، هذه موجودة عندكم بلبنان أو تخرجون على شكل مسير بهذا اليوم؟ المسير احنا اللي هو يوم العاشر. نعم. بعد عندنا تسمى رقضة طويريج، عندكم هناك تسمى مسير خاص بهذا اليوم؟ هو في مسيرات بكل المدن. نعم. وبكل البلدات بتصير باليوم بيوم العاشورة نفسها. نعم. هي نفس هذه بتشوفوها انتم على تسمية المنار، وفي باليوم بعد منها بعد 3 أيام في مسيرات بالمدن اللبنانية كلها. نعم. يعني يوم العاشر ويوم الثالث عشر. نعم. نعم. وبالأربعين عشر أيضا ما يسمى بليلة الوحشة. أي في بالحادي عشر كهم، يعني في ناس تطلع بالحادي عشر في ناس تطلع بالثالث عشر. نعم. وأيضا عندكم هذه الخدمة الخاصة لزائرين الإمام الحسين عندكم بلبنان أيضا. طبعا في موائد في موائد بيحطوا على الطرقات بيقدموها للناس بيعملوها لحتى لضيافة المشاركين بالعزاء. نعم. قضية الإمام الحسين هي أكيد مستمرة بداخلنا ومستمرة بعطائها ومستمرة بنجاحها ووصلت لجميع بقاع العالم. أبو مهدي، شوفك أنه أنت حاولت تنشر هذه القضية بالمكان اللي تجلس به، بالمكان اللي تذهب به، حاول أنه تأخذون بسياق قضية الإمام الحسين عليه السلام لو فقط بأيام شهر محرم الحرام وشهر صفر. قضية الإمام الحسين هي حياتنا بالنسبة نحن كلبنانيين. نعم. هي حياتنا، هي كرامتنا، هي عزتنا بالوقت الحاضر، هي لأن هي اللي استلهمنا منها مقاومتنا اللي قدرت تدافع عنا وقدرت تحفظ لنا كرامتنا وبلدنا ومعيشتنا. حسنتم. إذن هي قضية الإمام الحسين. طبعا قضية الإمام الحسين، لو ما في الإمام الحسين إحنا مين بيقول إن إحنا رح تتحرر بلدنا؟ في غيرنا ما عندهم الإمام الحسين وبكل أسف راحت بلادهم. نعم أبو مهدي، خلينا نروح بهذا الفاصل لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهذه الأجواء وتوافد الزائرين لأداء مناسك الزيارة، وإن شاء الله نرجع معكم سادة المشاهدين ومع الضيف العزيز أبو مهدي، حياك الله مرة أخرى. خلينا نروح لهذا الفاصل وإن شاء الله راجعين. نعم سادة المشاهدين، نرجع معكم بعد قليل. مسلم صالح، توالي التاريخ
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. مثل ما شفتوا هذه الأجواء الحزينة وهذه الزيارة المشرفة والمعزين وفدي لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأيضا رجعنا مع ضيفنا أبو مهدي، حياك الله مرة أخرى يا أبو مهدي. مثل ما شفت هذه الأجواء زيارة الإمام الحسين عليه السلام وتوافد الكثير من الزائرين لأداء مناسك هذه الزيارة. نعم، اللي لفتني بهذه الزيارات رغم العدد الهائل، نعم، أنك ما تسمع حد تخانق مع حد ولا حد غلط مع حد. الكل رغم ما في يعني عشرات الألوف، أوقات اليوم الجمعة كان بالصلاة على النبي، كلهم على قلب واحد إن شاء الله. نعم، شنو ترك بنفسك هذا الشعور؟ يعني ترك يعني أثر إيجابي إن شاء الله، إنه إن شاء الله كل الموالين لأهل البيت يكونوا على قلب واحد إن شاء الله وعلى خط واحد. نعم، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أكيد ينتظر من عندنا الكثير من الأعمال والقيم والدستور اللي وضعنا إياه واللي لازم يسير عليه. برأيك من ضمن هذه الأمور والمبادئ اللي لازم احنا نطبقها بحياتنا اللي هي ترضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتسرع من ظهورها، شنو هي الأمور اللي ترضي الإمام المهدي؟ هي أن نمشي على الصراط المستقيم. هو طريق صعب، وكل إنسان يحاسب نفسه، ما يستنى حد يحاسبه، هو الإنسان يكون في مرآة لنفسه، يحاسب نفسه بأعماله، بكل عمل يعرضه على الشرع وعلى خط أهل آل محمد. إذا كان مناسب فهو سليم، وإذا كان باليوم الإنسان بيعمل أخطاء وبيجي باليوم آخر الليل يتندم على هذه الأخطاء، ما راح تمشي على طول. يعني إن شاء الله كل إنسان وعلم وعمل السليم وقلب السليم. نعم. إلا من أطل الله بقلب سليم. وإن شاء الله الإمام المهدي يريدنا بقلوب سليمة، مو لقلقة لسان. يعني وقت الجد أبو صالح إن شاء الله إذا نادانا نشوف كم واحد بده يطلع بانتظار العبرة. العبرة إن شاء الله أن تكون بالصدق. تتمنى يكون هذا اليوم خروج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أتمنى يكون قريب، لأن الأرضية إن شاء الله موجودة والخامات الطيبة موجودة بالأمة اللي بهالأيام هذه. نعم. ولا كانت في فترة من السابق مثل ما هي بالوضع اللي هي موجودة فيها الحين. نعم، قضية الإمام الحسين خلينا نرجع لها، لأنه قضية كبيرة ويحتاج من عندنا كثير من الأيام والمجلدات حتى نتكلم عليها، لكن هي قضية ما راح تنتهي ومستمرة. برأيك أنه هل وصل صوت الإمام الحسين عليه السلام لكل بقاع العالم؟ إن شاء الله بيوصل في أماكن يعني ما وصلها، في أماكن قلوبهم مقفولة. نعم. ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، في قلوب ما راح يوصلها مهما حاولت توصلها ما راح يوصلها. في ناس يعني أنا شفت فيديو صغير بأفريقيا. نعم. يعني مسيرة بأفريقيا طالعين للإمام الحسين، هم بأفريق بيمشوا بحرش كبير وبيطلعوا وما بينادوا الإمام الحسين. أكيد وصلت للقلوب السليمة. نعم، هذه القلوب اللي الله سبحانه وتعالى هو موفقها، لأنه قضية الإمام الحسين هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا حب الإمام الحسين هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. أكيد. برأي قضية الإمام الحسين نستغل معانيها وعبرها ومعطياتها ومبادئها أيضا فقط بالبكاء والعويل على هذه القضية، لو لازم إحنا نستلهم من هذا كل هذه العبر والدروس حتى نسير عليها كدستور؟ لا، يعني طبعا هو الدستور، هو دستور الحياة، هو الشريعة. نعم. هو الشريعة نستلهم منه الشريعة، هو ضحى بنفسه وآل بيته من أجل شريعة الله سبحانه وتعالى، مش عشان يستشهد. كان استشهد لوحده، ما جاب أهل بيته معه، هو عمل ملحمة من أجل الإسلام، من أجلنا نحن، عناش نستلهم الشريعة السليمة. نعم. نرجع إليها، يعني هو الفطرة السليمة، رجعنا للفطرة السليمة اللي انتزعت. نعم، برأيك هذا التطور الحاصل الكبير بهذه الفترة بهذا القرن أكيد أثر على هذه القضية؟ التطورات إيجابية إن شاء الله، يعني البوادر إيجابية
بالنسبة لنا كمسلمين مؤمنين ما نقول شيعة أو سنة أو ذاك، ولكن نحن عندنا إيمان. نحن شيعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هم المؤمنين. نعم. أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين، أي المؤمنين مش المسلمين، المؤمنين. فلازم يكون قد الكلمة. نعم. المؤمنين هم اللي يعني ما عندهم رجعة لأشياء تانية دنيوية، هو الإيمان المطلق. نعم. بالله سبحانه وتعالى والمسيرة والتضحية بكل شيء، مثل الإمام الحسين بكل شيء. نعم. ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد إن شاء الله كل إحنا سائرين على هذا الخط الصحيح إن شاء الله. قضية الإمام الحسين عليه السلام تكون هي مغروسة بقلوبنا وسائرين عليها حتى نحصل بالتالي على رضا الله سبحانه وتعالى. طلبت من الإمام الحسين عليه السلام؟ طلبت التوفيق للعيال طبعا ولهذاك ولكل من قلدني الدعاء والزيارة وللمؤمنين طبعا. نعم. بهذه اللحظات الأخيرة اللي راح ينتهي بها حلقتنا لهذا اليوم، إذا تتوجه بطلب للإمام الحسين عليه السلام شنو تطلب من عنده؟ يعني رب يعني الإمام الحسين عليه السلام بشفاعة إن شاء الله يشفع للمؤمنين جميعا ويحفظ شباب الولاية، الشباب اللي هم على نهج أهل البيت من المعاصي من الذنوب من الآفات الدنيوية، المخدرات، عارف الدنيا مليانة، يحفظهم. وطبعا مع الأهل، لأن هذه رسالة للناس ولأولادهم يعني لأبنائهم، يعني هي التمسك بأهل البيت. وإن شاء الله الإمام الحسين هو شفيع كل المؤمنين إن شاء الله. شكرا لك أبو مهدي وشكرا لتواجدك، وكانت اليوم الحلقة مميزة جدا بحضورك، واستلهمنا من عندك كثير من هذه القيم الأخلاقية والدينية اللي تركها الإمام الحسين عليه السلام وشرحت لنا إياها ببلدكم لبنان. شكرا لك مرة أخرى. نعم سادتي المشاهدين، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات المصور العزيز أمير العميدي وأيضا الزميل العزيز علي الخالدي بالتصوير، وتقبلوا تحيات أيضا السيد المخرج. إلى حلقة أخرى إن شاء الله ننتظركم بألف خير. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، مع السلامة.